ما لقيت غير هالسما. في وحده جوا بالاوضه على البيرو. ايه ما شفتها. امي جيبيها الله يرضى عليكي، خلينا نشعلها، والله نعم على قلبنا من العتمه. لك لا يا بنات، خلينا نوفرها لبكره. طيب مرت عمي انا جوعانه واليوم ما دقنا كسره الخبز. في لقمه كشكه، قوموا اطبخوها. هلا بدي اكل كشكه. لكن شو بدك تاكلي؟ والله زي ما بعرف. شو يامو، نيمتي الاولاد؟ ايه نيمتهم يامو. بس سلموا لي على قامتي، عذبني كثير على قد ما بكي. قال ما بده ينام الا لياكل عروسه زعتر وخبز ما في. الله يجيرنا من الاعظم يا بنتي. ليش لسه في اعظم من هيك؟ يلا يلا ويكو. هي ابن عمي اجا. مساء الخير. اهلين مسنون. الله يعافيكي. شو هذا ابن عمي جاي لنا خبز؟ اي والله. عمي ابو بشير كتر خيره. كان زايد عنده شوية طحين، عمل عجنة وحسب حسابنا. لكن لو ما عمل عروسة زعتر لسليم وفيقه حتى ياكلها. ايه فيي اختي فيي. شو يا مو، شو الاخبار؟ والله الامور ما بتسوى يا مو، بعد الدرك ما فتشوا الحارة بيت بيت، بس منيح في ناس لحقوا حالهم، خبوا لهم شوية مونة من عيونهم. ان شاء الله بتنعم عيونهم على قد ما عم يقهروا فينا. ما في شي بيدوم يا مو الا ما تفرج. شو يا مو، ما في شي ناكله؟ والله يا مو ما بعرف شو بقيان عنا. الدرك ما خلونا شيء. بقيان عنا شوية زعتر ابن عمي. ايه قومي 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 الله يرضى عليك اللي فيلي عروسة زعتر. ايه بتأمر ابن عمي. لطفية ساوي لك عروسة زعتر؟ زعتر؟ ايه لا ما بدي، هلا بقوم بعمل غلوة كشكة مثل ما قالت لي مرت عمي.